بأربعة كؤوس للأربع الأشواط المخصصة لهذا اليوم. إذن الشوط الثاني مشاهدينا المتابعين الكرام، الشوط الرئيسي لبيت القعدان. إذن الصدارة هنالك مع أول المراكز من سيطر شاهين منصور بن خبيث بن عجمي العجمي مع صدارة الشوط هذه اللحظات. المركز الثاني من وصل النشمي مع مقبل بن محمد العجمي مع ثاني المراكز، ولكن التغيرات من ولد صوغان عبد الله بن عبد الهادي الهوجري مع ثاني المراكز. المركز الثالث يصل بهذه اللحظات شعار عبد الله بن شويمي الهوجري مع رياض مع ثالث المراكز. المركز الرابع التواصل بهذه اللحظات من حامل رقم 16 وليست مدون. لدينا ايضا المركز الخامس، هنالك التواصل من النشمي مقبل بن محمد العجمي مع خامس المراكز. اذا اعود مع صدارة الشوط، هنالك ثلاثية افسح المجال يا مدمري، هنالك رياض من يلحق بجميع المشاركين ويتسلل مع الصدارة. رياض مع اول المراكز، عبد الله بن شويمي الهاجري مع صدارة الشوط. الكاسب بالانتظار يا مدمري، كاس سنهات العريش المطيري بانتظار فائز بالمركز الاول، ورياض مع اول المراكز مسيطر سيطره تامه وانفرد عن بقيه المراكز. اذا رياض، رياض واللحظات الاخيره، رياض والناموس، رياض والكاس، الكاس ينتظر رياض. تهانينا والف مبروك لعبد الله بن شويمي الهاجري على فوز رياض في المركز الاول وحصوله على كاس سنهات العريش المطيري. المركز الثاني يصل شعار سيد احترام بالبلد المشهور لثالث المراكز منصور بن خبيث بن عجمي العجمي، ورابع المراكز يصل ولد صوغان عبد الله بن عبد الهادي الهاجري، وخامس المراكز يصل النشمي مقبل بن محمد العجمي. اذا مشاهدينا متابعي الكرام تهانينا والف مبروك للسيد عبد الله بن شويمي الهاجري على فوز رياض في المركز الاول، والتوقيت الزمني دقيقه و28 ثانيه و18 جزء من الثانيه. تهانينا والف مبروك، واسعدكم الله مع الشوط القادم.